نتوسع أكثر في هذه المعلومات مع ضيفنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا أستاذ رامي في سكاي نيوز عربيا. وأود أسألك عن هذه التدريبات التي تقودها ميليشيات حزب الله في على يعني في بادية حمص كما تقول، تفاصيلها ما طبيعتها؟ وكنا منذ فترة قد تابعنا أيضا بعض المعلومات التي تشير إلى انتشار عدد من عناصر هذه الميليشيات في هذه المنطقة الجغرافية بعد إخلائها من منطقة دير الزور كذلك. نعم صباح الخير. طبعا في تلك المنطقة أيضا وصلت أسلحة أمس الأول وأمس إلى تلك المنطقة. التدريبات هي تجري في منطقة مراطان على بعد نحو 40 كيلومتر في البادية السورية، أي يعني في عمق البادية السورية. حزب الله اللبناني، ميليشيات غير سورية تجري تدريبات في تلك المنطقة. التدريبات جاءت بعد تحليق مكثف في محيط منطقة أو في أجواء منطقة 55 أو ما تعرف بمنطقة مخيم الركبان وقاعدة التلف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. رغم ذلك التدريبات هي مستمرة، رفع جاهزية، استخدام أطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، شوهد الطائرات مسيرة في سماء تلك المنطقة بالتزامن مع التدريبات التي بدأت صباح الأمس في عمق البادية السورية. هذه التدريبات واضح بأنها من أجل رفع جاهزية هذه القوات التي دخلت إلى الملاجئ بعد قتل جنود أمريكيين في الأردن. كان هناك توتر في صفوف هذه الميليشيات، كان هناك مخاوف حقيقية من استهدافات أمريكية. جرى نقل بعض المقاتلين من دير الزور إلى البادية السورية التي تعتبر الأأمن لهم، من ما يؤدى لإجراء هذه التدريبات في البادية السورية، لأن يعني المنطقة الجغرافية من البادية وصولا للحدود العراقية هي منطقة متشابهة، أي أن الجغرافيا هي مناسبة لمهاجرة القوات الأمريكية سواء في التنف سواء في مناطق غرب الفرات. أود أن أسألك، يعني هل تؤكدون عودة عناصر أو يعني مستشارين إيرانيين من الحرس الثوري إلى داخل سوريا؟ لأن كنا قد تحدثنا أيضا سابقا عن إخلائهم وخروجهم من سوريا بعد الضربات الأمريكية التي جاءت ردا على استهداف قاعدة التنف. يعني بالنسبة للمستشارين الإيرانيين، أنا قلت سابقا وعبر سكاي بأن عدد المستشارين الذين غادروا الأراضي السورية هم 5 مستشارين غادروا قبيل الضربة الأمريكية، وأيضا هناك مستشارين غادروا دير الزور. نعم هناك مستشارين غادروا دير الزور باتجاه حمص وباتجاه دمشق، أي أن المستشارين الإيرانيين لا يزالون يشرفون على العمليات العسكرية، ليس لقوات النظام مثلما يقول البعض وبأنهم مستشارين للجيش العربي السوري بين المزدوجين، بل للميليشيات الموالية لإيران، لكن أعطوا قيادة هذه الميليشيات بشكل مباشر لحزب الله اللبناني، أي أن حزب الله هو الذي يقود هذه الميليشيات داخل الأراضي السورية. يأتي في النسق الثاني لواء فاطميون الأفغاني، ولكن الإشراف الأكبر هو للحرس الثوري الإيراني ومستشاري الحرس الثوري الإيراني المتواجدين داخل الأراضي السورية. طب هذه إعادة الموضع بهذا الشكل وإعادة الانتشار والحديث عن تدريبات عسكرية يضعهم لربما في إطار الأهداف المكشوفة بالنسبة للجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، ألا ترى أنه في أيضا يعني علامة استفهام حول هذه المسألة وتوقيتها كذلك؟ لا يوجد، يعني ما هي إمكانياتهم؟ هل يبقون في الملاجئ؟ هل يبقون هاربين من القصف الإسرائيلي أو القصف الأمريكي داخل الأراضي السورية؟ هم يعتبرون سوريا منطقة عمليات لهم، يعتبرون سوريا مثلما كان عليه الحال مع الجولان المحتل. أمس أطلقوا صواريخ باتجاه الجولان المحتل، ردت إسرائيل ببعض القذائف وبعد ذلك دمرت مستودع للسلاح في أحد القطاعات العسكرية، أي أن الحرب مستمرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شكلا على الأراضي السورية مع هذه المجموعات، وأيضا بين إسرائيل وهذه الميليشيات أيضا على الأراضي السورية. هم متواجدين من الجولان المحتل وصولا إلى الحدود العراقية ومن درعا وصولا إلى ريف حلب الشمالي. بحسب الخبر الذي تم نشره على موقعكم تتحدثون بأن هذه التدريبات تتحدث عن عمليات إخلاء سريع، رفع جاهزية الميليشيات في ظل الاستهدافات المتبادلة مع إسرائيل وأمريكا. يعني نتحدث هنا لربما عن تدريبات إخلاء أو دفاعية أكثر من أنه هجومية، هذا ما تشير إليه في التقرير؟ نعم بشكل قطعي، هي رفع جهوزية لهذه الميليشيات بعد المخاوف التي أنا يعني ارتابت هذه الميليشيات خلال الأسابيع الفائتة بعد بدء الغارات الأمريكية. أي أن هذه الميليشيات بعد بدء الغارات الأمريكية كانت في حالة إعادة تموضع مستمرة، وكان هناك إرباك كبير في صفوف هذه الميليشيات رغم التحذيرات الأمريكية من قصف لهذه المواقع،
إلا أنه قتل 29 شخصا على الأقل في الاستهدافات الأمريكية التي كانت عند ضفاف الكرات الغربية. شكرا على كل هذه الإيضاحات ضيفنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.